نشوف بقى امير المحللين وليد صلاح الدين. مستر موسيماني واحد من المدربين اللي بيحبوا الهجوم جدا، باين ارقامه مع سان داونز بوضوح شديد، الناحيه الهجوميه كبيره جدا. احنا حتى شفناه في لقاءاته مع النادي الاهلي على طول بيهاجم، حتى في القاهره بيهاجم. بس الفكره هو جاي في توقيت ما يسمحلوش انه يحط كل فكره، ودي واضحه حتى في احاديثه في المؤتمر الصحفي، حتى في الانترفيو قال الكلام ده. يعني هو عنده فكر طبعا مليون في المية، ومدرب كبير حافظ افريقيا كويس، حافظ الوداد، حافظ الرجاء، لعب ضد الزمالك، لعب ضد الاهلي، لعب كتير في افريقيا وعنده نجاحات وعنده حامل اللقب مع سان داونز. فبالتالي جرب تجربه فيها جرأه، فيها جرأه، فيها ريسك، فيها ريسك، لكن يعني هكذا الحياه، نجرب وناخد المخاطره وان شاء الله ربنا يكرمه. وانا طبعا اتمنى انه يكسب دوري ابطال افريقيا، ولو كسب افريقيا هتفرق معاه جدا جدا السنه الجايه، هيحط كل افكاره ويعمل كل اللي هو عايزه. ده انحياز من المهاجمين البارعين بقى، شايفين استمتاع حازم امام بكره الاهلي، شايفين فرحه عماد متعب بكره الاهلي، شايفين اقتناع وليد صلاح الدين بالكره الهجوميه الرائعه والنزعه الهجوميه الضاغطه لموسيماني.